استاذ عبد الهادي. طيب يا عبد الهادي الزبير، همت الولايه الشماليه جزيرة الصاي، بلد الخليل، خليل فرح، عازة فيها واكل الغنادي منطقتنا. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب قبل البداية صراحة يعني الملحمة بتاعت الفنان أكرم دخلتنا ورجعتنا لجو الاعتصام، يعني الواحد تعتذر الآلام من الحياة الحاصلة في الفترة السابقة وكده، لكن نقول الحمد لله على كل حال. خريج قانون 1990 جامعة القاهرة في العاب خرطوم، ثم ماجستير جامعة جوبة ملكية فكرية. اشتغلت في السودان من 90 حتى 97. من 97 جاتنا مرحلة الاغتراب الرضائي زي ما يقولوا، واستقرينا في المملكة العربية السعودية. اشتغلت كمستشار قانوني مدير ل عدة شركات، مدير إدارة قانونية، ثم مدرب ومحاضر بشبكة المحامين العرب عن الملكية الفكرية. الآن شغال مستشار قانوني في مكتب محاماة كبير، مستشار قانوني.